مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. نلتقيكم اليوم في الموعد تماما عند 5:30 لنتحدث عن الوقت وإدارة الزمن عبر هذه الساعة من عمر الزمان القادمة، والتي سنتكلم فيها عن عديد الجوانب المتصلة بحياتنا وفيما يتعلق بالزمن والوقت على وجه التحديد. وضيفنا في هذه الحلقة هو الدكتور صلاح الدين عبد العزيز عجباني، مواليد عطبرة 1960، وهو خريج جامعة الخرطوم كلية الهندسة، مهندس مستشار بجامعة الخرطوم، ومحاضر بالجامعات السودانية، وكاتب العديد من المجلات المهنية، ومدرب ومحكم، وكذلك عضو المنظمة القومية لاحترام الوقت. بكل هذه التفاصيل سيتحدث معنا اليوم بكل بساطة عن الوقت وإدارة الوقت والزمن. أهلا بك يا دكتور في قناة الشروق. أهلا وسهلا، أنا سعيد أكون في قناة الشروق اليوم إن شاء الله لنتدارس في أمر يهمنا ويهم وطننا إن شاء الله. طيب، أول حاجة خلينا نبدأ بالحاجة البسيطة، نعرف الوقت والوقت في حياتنا بعني لنا شنو نحن. حقيقة الوقت هو لغة، يعني في معظم المعاجم هو مقدار من الزمان لإنجاز مهمة ما، وهذا الوقت يعني عنده خصائص. هو يمر مر السحاب ولا يمكن استرجاعه مرة ثانية، ما بيرجع، ما يرجع، ولا يمكن تخزينه، ولا يمكن يعني استبداله. ما مر من زمن من عمرك فقد نغص عمرك بنفس المقدار. والوقت كالسيف كما الوقت كالسيف، وكل الكلام القيل هو حد من السيف ومن ذهب هو أغنى من ذهب، هو يحضر المال. الوقت هو يجلب المال، والمال لا يجلب الوقت. إذا هو مورد مهم جدا جدا، ربنا سبحانه وتعالى أداه للناس بالتساوي. يعني أي شخص غني فقير بغض النظر عن هو شنو، ربنا سبحانه وتعالى أداه 86,400 ثانية في اليوم. منا من يقضيها في أشياء غير مثمرة، ومنا من يقضيها في أشياء مثمرة، وبينهما أناس كثر يعني. فربنا سبحانه وتعالى يعني لما خلقنا كي نستفيد من عمرنا ونستفيد من الزمن فيما يفيد. طيب، بتنظر كيف لإدارتنا للوقت نحن كسودانيين؟ يعني الآن إدارة الوقت في الحياة العامة بالنسبة لنا في المؤسسات، أو حتى في الحياة البسيطة في الأحياء يعني. طبعا أنا عندي وجهة نظر في المسألة بتاعت الوقت وإحنا كسودانيين، ويمكن الانتقادات بتكسر علينا إحنا ناس كسلانين وناس كده. أبدا. أنا أضرب مثال بسيط جدا جدا. يعني كان عندنا اجتماع مع مدير المركز الفرنسي في الخرطوم، والاجتماع كان الساعة 10 أتذكر، وهو جاء 10 إلى 5، والناس المهمين في الاجتماع آخر واحد فيهم جاء 11 إلى ربع، وقام الاجتماع، وطبعا بدينا بالاعتذار، وهو كان يعني هادي تماما، وقال يا جماعة يعني خلي الموضوع بسيط، أنا عندي موظفين في المركز بديهم شغل ولي بكرة، وبكرة ما بينجزوا، لكن في النهاية بينجزوا يعني. هو طبعا يعني غلف المسألة بصورة مهذبة يعني. قال كلمة إنه أنتم ما تبارونا، يعني كده بالمعنى نحن كأوروبيين وقع الحافر على الحافر. يعني تايم مانجمنت، إدارة وقت، إدارة كده. قال لو عملتوا كده هتتحولوا إلى تروس صغيرة جدا في مكانات كبيرة، معناها حتفقد هويتك. الكلمة الثانية اللي قالها إنه أنت عندكم حاجات جميلة جدا 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 جدا، استفيدوا منها وأخذوا الحاجات الكويسة اللي عندنا. ده مربط الفرس ابتداء من إدارة الوقت. أنا لم أتكلم عن إنه نحن عندنا مشكلة في الوقت، عندنا حياة تانية جميلة جدا جدا. المهلة دي بالمناسبة ما سمحة، سمحة المهلة سمحة، لكن نأطرها ونحاول نقننها عشان يعني نقدر ننجز أكبر قدر من الأهداف في الزمن المحرك. طيب، المفهوم ده ذاته ما بيتنافى مع مسألة استثمارك للوقت، بحيث أنه الوقت هو مورد ناضب زي ما أنت أشرت يعني. نعم. لو قلنا نحن التسويف بكرة إن شاء الله لبعدين، الآن عندنا حاجة تانية أولوية مختلفة، في حين المسألة دي برضو خاضعة لمقاييس الأولويات. الحاجة دي ما بتأثر على نجاحنا في مشروعاتنا اللي بنعملها، ما بتأخر أهدافنا عن أمر التحقيق يعني الأمر واقع. والله ده كلام جميل. أنا بفتكر يعني بين إنه زول عنده فراغ وزول مسحوم ما قادر ينفسه، دي يمكن يكون أخص اليمين وأخص الشمال. أيوة. وفي ناس في النص يعني. أنا أفتكر إحنا يعني مشكلتنا هي كيف تنظم هذا الوقت وتستغله. يعني أنت لو عندك
24 ساعة مستحيل تشتغلها 24 ساعة يعني. صحيح. خدها بيسر يعني. خلي وقت للراحة، وقت للاستجمام، وقت للإنجازات. فنحن بنحتاج لتنظيم الوقت، وقبل التنظيم احترام الوقت، لأن الوقت لا يحترم أحد. فإذا أنت ما احترمته، واحترامك له بيجي من خلال أنك أنت يعني تستشعر أهميته كمورد، وفي نفس الوقت تقدر تستغله يعني بقدر المستطاع عشان تحقق أهدافك. لأنه اليوم اللي بيمشي ما بيرجع. إذا نحن نحترم الوقت، والحاجة الثانية نقدر ننظم حاجاتنا. وتنظيم الوقت بالمناسبة يبدأ بتنظيم الذات. يعني الشخص غير منظم مشاكله، وانا بيقولوا إدارة الوقت هي إدارة الذات. من لا يستطيع إدارة نفسه لا يستطيع إدارة الآخرين. ومن هنا بتجي الحتة بتاعت إنك تنظم وقتك وتقدر يعني تستغله بصورة كويسة وتديره يعني. طيب ده من ناحية، من ناحية تانية برضو يعني دكتور، في جوانب متعلقة باحترام المواعيد مع الآخرين. قبل شوية أنت ضربت مثال الآن ب سفير تقريبا، نعم، اللي هو مدير المركز الفرنسي، مدير المركز الفرنسي، نعم، اللي هم في ناس جو متأخرين برضو كذلك عن المواقيت الموضوع الاجتماع، هو جاء قبل 5 دقائق من الاجتماع. الأمر ده الآن إلى أي مدى ممكن يأثر برضو في نجاح مؤسساتنا نحن في السودان؟ طيب جميل، تأخر جدا عن المواعيد. نعم نعم، أنا ضربت مثل بالمركز الفرنسي، لكن يعني أنا بتذكر وإحنا في جامعة الخرطوم في الداخلية في طالب قانون كان بيجي معانا في الداخلية. أيوه. وزول بتاع مذاكرة. فبيجي بيرقد بيقول صحوني بعد 5 دقائق، صدقني. وأربع دقائق ونص بيصحى براو. أنا بفتكر هو قسى على نفسه، وبتلقى زول يقول لك والله أنا كل يوم بصحى الساعة 4:10 صلاة الصبح براو، اللي هو عنده زي ساعة بيولوجية. أيه. فأنا أفتكر استشعارنا بأهمية الزمن وأهمية المواعيد ده مربط الفرس. يعني يمكن الناس اللي تأخروا اجتماع ديال، في ناس كان عادي زي كأنه ما حصل حاجة. أيوه. عندي صاحبي يقول لي والله أول من المواعيد بتاعتي تجي جسمي كله بيأكلني، بيقوم على حيله. فده عبارة عن احترام واستشعار قيمة الزمن. ده في البداية يعني. دي لو ما تحققت أنت ما بتقدر تشوف ال 86,400 ثانية قيمتها قدر شنو يعني. وفي يعني عشان تستشعر قيمة الزمن في أمثلة كثيرة جدا يعني. أقول لك يتخيل إنه طالب في سنة 5 جامعة وجا شاف نتيجته ولقى نتيجته ريبيت، معناها شنو؟ الناس طلعوا وهو حياخد سنة كاملة عشان يتخرج. أيوه. السنة دي في اللحظة دي بالنسبة له هو دهري كامل. دي ممكن يكون استشعر قيمة السنة يعني. فالوقت انت لو ما قدرت يعني استشعرته ما بتقدر تتعامل معه. ده بينعكس تماما على مؤسساتنا. وطبعا دي بسموها مضيعات الوقت. يعني في احصاءات طلعت بالمناسبة انه الافكتيف او الزمن الفعال من 8 ساعات اللي بنقضيها في اللي كم، نحن النسبة بتاعتنا متدنية جدا، لا استحضر النسبة لكن متدنية. ودي فيها اسباب كثيرة جدا، الزوار المفاجئين غير المبرمجين، الاجتماعات غير المبرمجة، عندك المسألة بتاعت عدم التنظيم، بتلقى الموظف يعني الداخل والخارج ما فيه والطرابيزة مليانة، عندنا المسألة بتاعت الأوامر بتجيك من أكثر من جهة، وعندنا مسألة تانية مهمة جدا إنه ما بنقدر نقول لا. يعني كل ما يدوك شغل أنت بتقول إنه دي حاجة كويسة لك من المدير. وفي نفس الوقت ما بتقدر تقدر ظروفك شكلها كيف والمورد بتاع الزمن عندك كيف، يكون في فشل، في إعادة عمل، وفي تكرار. فمضيعات الزمن حقيقة كثيرة جدا جدا. طيب ده كده على مستوى عملي في المؤسسات، في الشركات، في مؤسسات المجتمع بشكل عام يعني. نعم. على مستوى حياتنا الاجتماعية كيف تنظر لمسألة إخلاف المواعيد في المواقيت، التأخير؟ الزول بيضرب لك تليفون ويقول لك يا أخي أنا جايك الساعة 4، ويتفق معك وتنتظر الساعة 4، يجيك الساعة 8:30 يقول لك يا أخي المواصلات، وطبعا الشارع كان فيه نعم. حادث وقافلين الكوبري والكلام الزي ده. انا والله بفتكر انه فعلا يعني في اول حاجه انا بقول في سهوله التبرير والقبول. يعني انت تاخرت علي بتقول لي والله المواصلات صعبه، انا بقول لك والله فعلا المواصلات صعبه، معناها المره الجايه بتخلي لك مبرر لزول ثاني. أيوة مش كده؟ ايوه. طيب دي واحده من الحاجات. انا بفتكر من المسائل الثانيه يعني، مثلا يقول لك والله ده عنده مواعيد سودانيه،
يعني الشيء المؤسف والمؤلم ربط الإخلاف بين نعم بعدين الحاجة الثانية، يعني نحن ممكن بمفاهيمنا وبتربيتنا للأجيال كلمة مواعيد سودانية لما تتقال كفهم تبقى عن الدقة وعن الحضور في الموعد. الآن طبعا هي عكس، يقول لك دي مواعيد خواجات ودي مواعيد سودانية. نحن يفترض يعني نقلب الآية مش كده. طيب الحضور في الموعد دي ذاتها هتخلينا نجيب مع سؤال كده لطيف، يعني يا ترى موعد ما بتخالف دائما، هل هو موعد العشاق ولا موعد العمل ولا موعد المجامله الاجتماعيه؟ هو بصوره عامه الزمن بالنسبه للمواعيد الجميله واللحظات الممتعه يمر سريعا، وبالنسبه للمواعيد يعني اللحظات السيئه يعني يمر بطيئا. فانت لو منتظر يعني شخص عزيز عليك فبتحس انه الدقيقه بقت ساعه مش كده؟ فالوقت يتمدد مع انه كمقياس هو واحد يعني. عشان كده قالوا الزمن هو احساس داخلي. جميل. حسب الاحتياج تحتك، لكن يعني مهما حسيت انه الزمن يتاخر ونظرت لساعتك الزمن هو الزمن يعني. ما بيتغير. نعم ما بيتغير. محمد الامين في الموعد. بعيد عنك وتألم، أنا لو تعرفني كم بتعب بتعب بعيد عنك وتألم. أضيع وأتمنى لو أقدر وأقول يا ريتني أتعشم أشوف في الموعد أصور روعة المشهد أشوف في الموعد أصور روعة المشهد أشوف في الموعد أصور. وعدتك قبل كده مرة لسه برؤيتك بحلم،
ومشاكل الدنيا أخالد وعدي وتلوم. ولو تعرفني كم بتعب بتعب بعيد عنك وبتألم. يا لو تعرفني كم بتعب بتعب بعيد عنك بتألم. أنا وعدتك قبل كده مرة لسه برؤيتك بحلم. مشاكل الدنيا تجرني أخالف وعدي وتلوم. ولو تعرفني كم بتعب بتعب بعيد عنك بتألم. لو تعرفني كم بتعب بتعب بعيد عنك بتألم. أضيع واتمنى لو اقدر واقول يا ريتني اتعشم اشوفك اصور اشوفك اصور اشوفك اصور. وسلم لك ما عندي أفضي ظروفي واتفرغ أبادر بكرة في وعدي. ويا يوم بكرة ما تسرع تخفف لي نار وجدي. يا يوم بكرة ما تسرع تخفف لي نار وجدي. حنانك شملي مستني ومعاي أشواق ما وعدي. أطاعك يا إرادة الحب وسلم لك ما عندي. أفضي ظروفي واتفرغ أبادر بكرة في وعدي. ويا يوم بكرة ما تسرع تخفف لي نار وجدي. تسرع تخفف لي نار وجدي. حنانك شوفني مستني ومعاي أشواق ما بكرة في الموعد. أمان الصبر ما طيب أشوفك بكرة في الموعد. أمان الصبر ما طيب أشوفك بكرة في الموعد. مصير مكتوب وكان لازم نلاقي السهدي ونجرب نحب نعاشر. ونجرب نلاقي السهدي أو نحب نعشق ونجرب نلاقي السهدي. أو نحب نعشق ونجرب نلاقي السهدي.
مكتوب وكان لازم نلاقي السهدي ونجرب نحب نعشق ونجرب نلاقي السهدي نجرب أو نحب نعشق نجرب نلاقي السهدي نجرب أو نحب نعشق نجرب نلاقي السهدي نجرب وداعا يا ظلام الهم على ابوابنا ما تعتبوا مرحب يا صباح الحب تعال ما تبتعد جرب تعال ما تبتعد او جرب تعال ما تبتعد جرب وداعا يا ظلام الهم على ابوابنا ما تعتبوا مرحب يا صباح الحب تعال ما تبتعد جرب تعال ما محمد الأمين وأعود إليك مرة ثانية دكتور. وفي الأغنية في برضو تبريرات لو لاحظنا كنا متناقش فيها كده ومقبولة طبعا ومقبولة طبعا لأنه هي تبريرات ما بين بين عشاق يعني نعم كويس. التبريرات دي هل بنلقى لها مسوق حقيقي الآن ممكن نتقبل أنه نحن في إهدار زمننا؟ إذا أنا رسخت معاك مفهوم أنه أنت تديني مبرر أنا أقبله، الحاجة دي نتيجتها شنو على المستوى الحياتي العام سواء كان عملي أو اجتماعي يعني؟ طيب نحن نتكلم عن موعد موعد مضروب الموعد عشان يضرب لازم الطرفين، هو عقد بين طرفين لازم أنت تشوف مواعيدك كيف وأنا أشوف مواعيدي كيف ونتأكد تماما أنه الموعد ده ممكن يقوم. طبعا هو بيكون في المستقبل يعني أيوة. طيب ممكن تحصل حاجات تخليك أنت ما تقدر تلتزم بموعدك للطرفين يعني هنا ممكن يكون في الاعتذار. احنا طبعا عندنا مشكله برضه في الاعتذار يعني والاعتذار يجب ان يكون قبل فتره كافيه أيوة. وباسباب قويه ايوه. لكن الظاهر عندنا احنا يعني للشيء المؤسف بيكون في مبررات، وبعدين بالمناسبه ممكن الزول يكون نسى المواعيد ويقوم يختار مبررات ايوه. الطرف الثاني حسب قوه الموعد والموضوع بتاع الموعد والعلاقة بين الطرفين ممكن يقبل ويمكن يزعل، لكن في كل الأحوال بيكون في ضياع للوقت لأنه الطرف الآخر قد ينتظر، والانتظار واحد من ضياعات الزمن. في المغولة الشهيرة لما الناس بتيجي تقعد في المحطة الوسطى زمان بيحكوا لنا، فزول لقى واحد منتظر زول وسأله منتظر منتظر فلان فلان ده علاقته معاه من الدرجة الرابعة يعني ما في شيء قوي كده يخليهم يعني. فقال لي والله حسي الساعة 8 لحد 10 كده كان ما جاء 12 بمشي دي 6 ساعات وبعدين قد يكون متوقع مصلحة، قد يكون زي ما أخونا أحد الأمين قد يكون حاجة ويدانية أيوه. مش كده أيوه. فكل ما تمشي بتقول يا أخي زول ده بيجي بترجع مش كده أيوه. فأنا أفتكر لازم يكون في قطعيات
في الحته بتاعت الزمن. يعني مثلا في تقنيات الزمن احنا عندنا بالنسبه لنا في الهندسه في التخطيط، انت لازم تخطط لبرامجك يعني. طيب نعم، احنا حنتكلم عن الجانب ده، لكن برضو عندنا موعد الفاصل، فخلينا احنا ذاتنا نمارس نوع من الالتزام والتنظيم. فاصل نعم. ونرجع مره ثانيه. اهلا بكم مره ثانيه كل مشاهدينا في الموعد، نتواصل معكم في نصف الساعة الثانية المتبقي لنا مع الدكتور صلاح الدين عبد العزيز عجباني، والموضوع هو إدارة الوقت والزمن. وإدارة الوقت أمر ربما يحتاج من الكثير من التأمل وأيضا إفراد المساحة ذهنيا له على الأقل. دكتور، قبل شوية كنا بنتكلم عن المواعيد وإخلاف المواعيد، وتخيلت أنه في بعض المشاكل اللي بتحصل يا دكتور لا علاقة ب شركة تديها أنت عقار معين، تقول لها شي ديلي العقار ده في سنة مثلا، هي قالت يا أخي سنة كثيرة، طيب 9 شهور إحنا بنفس سلمك العقار بتاعك ده. بناء على هذا الاتفاق أنت قمت بعد ذاك أبرمت عقود مع منتفعين من العقار ده يعني، والعقود فيها شروط جزائية يعني. إذا تم إخلاف الميقات والموعد ده يعني بعد 9 شهور مثلا، الخسائر الناجمة عن الحياة دي على عاتق من بتكون يعني في المشاكل الزي دي، خصوصا ان هي مشاكل متصلة بإدارة الوقت. يعني نعم، والله ده سؤال جميل جدا ويطول الشرح فيه، لكن ده يمكن يكون جزء من التطبيق بتاع مضيعة الوقت. ايوه، العقد هو شريعة المتعاقدين، هو التزام لكل الأطراف وحقوق واجبات، بيأتي الزمن في العقد كشيء أساسي. مش لأنه الطرف الثاني عايز الزمن، للمتغيرات البيئية اللي حوالين العقد. أنت تحدثت قبل شوي عن أنه ممكن أنت الليلة تنفذ حاجة، لو ما نفذتها بكرة تجي مطرة ما حدا تنفذها. أيوه. فبالتالي حيكون في تبعات. فالإخلال بالعقود، وأنا كمهندس بتكلم فقط في جانب العقود الهندسية، والمشاكل كلها بتجي من باب الزمن. المشاكل يا أخرني وما سلمني، يا يعني ما أداني الجودة المطلوبة. ونحن نتكلم إنه الجودة المطلوبة إذا حصل فيها إخلال، هذا أيضا عنده علاقة بسوء إدارة الوقت. لأنه أنت قد تشتغل خطوة خطوة وتجود، لكن قد تشتغل زي ما نقوله على شدة، تجنب 5 يوم اليوم السادس تكلفت المهمة بتاعتك. أيه. ما بتطلع نجيضة، مش كده بالبلد يعني. سوء إدارة زمن، سوء إدارة زمن. أيه. برضو هاي. فبالتالي التبعات بتكون خطيرة جدا يعني. عندنا إحنا مثلا في لما تمشي المحكمة أو التحكيم، بالذات أنا بتكلم عن التحكيم، لأنه يعني الطرف المتضرر بيقدم طلبات، وهذه الطلبات قد تكون يعني فيها بعض المبالغة، والهيئة بتاعت التحكيم أو القاضي بيحكم بشنو؟ بالمستندات والشهود العدول، مش كده؟ يعني ما بيحكم من راسه يعني ولا بعلمه. نعم. فإذا هذا الطرف عذر، بس لو واضحة المفروض تسلمني ليه ما سلمتني وما عندك عذر، فأنت حتكسب القضية وحتكسب الطلبات اللي قد تكون فيها تعويضات كثيرة جدا جدا. يلا الطرف الخسران إحساسه بكل شنو؟ يا ريت، يا ريت لو جودت، يا ريت لو انتهيت في الموعد. وطبعا الزمن لا يرجع ولا يعود، ما في طريقة ثانية، لكن ممكن تتعلم لمستقبل أيامك من العثرات التي تتعرض لها. الخسارة فادحة. نعم. والثمن كبير للتعليم. ثمن كبير. يعني. ثمن كبير. طيب إحنا معناه محتاجين نتكلم عن نظريات إدارة الوقت. إذا كان في دائما المشاكل هي ناتجة لسوء إدارة الوقت، شنو النظريات الأساسية اللي إحنا ممكن نستخدمها في حياتنا لإدارة وقتنا في مشاريعنا في حياتنا العامة من الصباح إلى أن نمسي ليلا يعني؟ طبعا النظريات بتاعت إدارة الوقت والأساليب كثيرة جدا، وبعدين ما محصورة، أنت ممكن تعمل أسلوبك براك. أنا بعدين بحكي أسلوبي في شن الثانوية لما كنت منتحد ونجحت فيه كان شكله كيف، لكن عموما في أساليب يعني. مثلا في مصفوفة الأولويات. أنا بفتكر التخطيط، التخطيط هو أنك تقسم المهمة بتاعتك الكبيرة إلى مهام صغيرة، أو تقسم المشروع إلى نشاطات مراحل، بتجي بعد الجدولة، الجدول انك تخط هذه المراحل بتسلسل منطقي مع اعتبار الموارد، واهم موارد هو الزمن. يعني من المشاكل انه يقول لك والله انا بكره بعمل الحاجه دي وبكره المساحه ما بتكفي. يعني لو حددت زمن اكثر من اللازم او اقل من اللازم انت عندك مشكله. فبالتالي يعني في نظريات كثيره، منها مثلا نظريه المصفوفه، هي بتعتمد على
عاجل وغير عاجل، وفي المحور الرأسي مهم وغير مهم. طيب ده الآن يمكن كلام هو بعض الناس يعني يحصل لهم تشويش منه. نعم. فعايزين انك تقدم لنا مثلا ما يشبه الروشيتا، يقول لك انت من الصباح عشان تدير زمنك اعرف مهامك اللي انت عايزها وحدد ليها بأتو طريقة، يعني طريقة بسيطة كده. هو انت ممكن تبسط الحاجات طالما احترمت الوقت، خد اهدافك من الصباح او من بالليل، والله هعمل كده وهعمل كده وهعمل كده، خد خطوط عريضة بتاع الزمن، يعني اذا بياخد نص ساعة خد ساعة. انت لو بديت زي ما بقول السايقه واصله، فاذا بديت بس استشعر وتخط، يعني ما في زول بيكون طالع الصباح وما عارف انه ماشي وين، يلاقي زول يقول له يا اخي عندنا عرس في مدني راح يركب يمشي. فده كلام عام، هو ضل سبيله مش كده. لكن انت لو عندك مايلس هتيجي تحتز تقول والله لا انا الساعه 10 عندي موعد ما بقدر امشي معك، هسه الساعه 8 ما بكفيني المشوار. فلو بي عندك التحكم الذاتي اللي هو ده الخطوه الاولى في اداره الوقت الذاتي، انت ماشي كويس. ده دائرة الإرادة، دائرة الويل. يعني إحنا بالمناسبة كشعب سوداني لو اتخلقت لنا الإرادة إننا ندير زمننا ونستفيد من الطرق المثلى ما بنتلحق حقيقة، لأنه في قيم إيجابية موجودة جوانا لو لقت دي هننطلق حقيقة. يعني عشان كده أنا ما بقول إنه نحن بيقولوا علينا كسلانين، وده ده كله أنا بعتبره كلام. طيب ما في في يعني في حاجات لا علاقة ما بالكسل، نقول بالمجاملة. يعني مثلا هسه المثل الضربت الزول الداري يقول لك عندنا عرس في مدني راح يمشي معه. نعم. يمشي. نعم. يجامل. نعم. الحاجه دي يمكن هي سمه عامه ومنتشره بشكل كبير عند ناس كتار، يعني المجامله اللي هي بتضيع الاولويات بالنسبه للشخص ذاته. يعني احنا عندنا المجاملات، وبعدين في حاجه ثانيه اللي هي التربيه. تربيتنا ناشئه من الاسر الممتده. والتربيه ناشئه عن احترام الكبير. ودي مسائل افتكر جميله مش كده؟ يعني انت الليله ممكن تكون ماشي تعمل مهمه، يلاقيك الراجل جيرانكم يرسلك مشوار ياخذ منك ساعتين بتمشي. هل يعتبر مضيعه للزمن؟ انا افتكر قيمه لها ما يبرر انك تضيع فيها الزمن مش كده؟ يلا احنا بنحتاج لوزنه بين القيم بتاعتنا وبين استغلال مورد الزمن. وده بيرجعني للنظريه اللي قلتها لك، انه تقسم حاجاتك وتخط الاولويات. يعني مثلا في حاجه مهمه وعاجله. مهمه وعاجله دي بالمناسبه معناها انت دخلت في الحته بتاعت الطوارئ. وفي حاجه مهمه وغير عاجله، ده مربع ثاني، ده الدارينه ده بتاع الناجحين. هي مهمه لكن داري لها 5 6 ايام، اذا انا اخطط في الفتره دي. ومن خطط فقد سلك درب النجاح، ومن فشل في التخطيط فقد خطط لفشله. طيب المربع التحت هو يعني عاجل او غير مهم وعاجل. انا دا ركوب وقود في عربيتي هو يعني غير مهم لكن عاجل، عربيتي ما تقطع. في غير مهم وغير عاجل، دا اعمل دردشه، دا اخش واتساب ولا كده. يعني في اوقات ما ممكن تلقى زول بيشغل واتساب مش كده؟ ايوه. بس دي حاجه مهمه، انت استغليت زمن في حته ثانيه. دي نظريه بتاعت اولويات وبالتدريب بتعملها. في نظريه بتاعت اللي هي اللي بيسموها الباريتو 80 20. انا ممكن اديك زمن محدد فانت تقوم تنجز لي، ومهام محدده طبعا، تنجز لي 20% من المهام في 80% من الزمن. انا بعتبره فشل مش كده؟ لو في زول انجز 80% من المهام في 20% من الزمن برضه في مشكله مش كده؟ يعني معناها يمكن في حاجه في المهام دي يمكن ما اشتغل علي، او اديت زمن اكثر من اللازم مش كده؟ أيوة. ودي طوالي بتقودنا للنظريه الثالثه اللي اسمها تمدد النشاطات مع الزمن. جيب مجموعه من الناس اديهم مهام محدده في ساعتين، جيب مجموعه ثانيه اديها نفس المهام في 4 ساعات. ديل حينتهوا في اباوت حوالي الساعتين، وديل حينتهوا في حوالي 4 ساعات. أيوة. النظريه بتقول لك تتمدد المهام بالزمن المتاح. عشان كده ما يقول الجوده اللي عملوها ناس 4 ساعات والجوده اللي عملوها ناس ساعتين واحده. لا انا ما بتكلم عن مهام محدده. يعني انا الليله قلت لك تعالي بكره، انت حتمشي اليوم ده كله قاعد تجيني بكره، لكن لو اديتك مهمه وقلت لك تقضيها الان هتضغط نفسك وتقضيها الان. النظريه اصلا يعني هو مؤلفها اسمه باركنسون، ايطالي افتكر عالم، يعني بيقول انه انت لما تحدد زمن لمهمه ادرس الزمن واعمل له تفاصيل ويكون قدره مع شويه بتاعت يعني براحه. يعني في حاجه مهمه، ان احنا الان شنو الحاجه اللي بتضيع زمننا؟
في البلد دي. انا شخصيا افكر في انه وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف مستوياتها يعني هي بتشيل زمن كثير جدا من الشباب السودانيين المفترض يستثمروا زمانهم في حاجات تانية. دي وجهة نظر شخصية، هل يعني يمكن تضيف لها انت شنو او انت وجهة نظرك اذا كان؟ انا وجهة نظري بصورة عامة الموضوع هو عبارة عن الاتصال. الاتصال ويحوي طبعا وسائل التواصل الاجتماعي، يعني هي طبعا أداة او ممكن تستخدمها بصورة كويسة وممكن تستخدمها بصورة ضارة. يعني الظاهر عندنا في مجتمعنا هي طبعا مستخدمة بصورة شوية يعني ضررها أكثر من نفعها، يعني بالذات عند الشباب، يعني يعني في ضياع وقت كثير جدا وسهر، والسهر ده معناها صلاة الصبح ما في، معناها كده يعني في تبعات، دي تبعات عندك مشوار الصباح ما في نعم. فأنا بفتكر لكن التواصل الاتصال والتواصل بصورة عامة بيجي حتى في حتة انك انت تدي رسالة واضحة للموظف بتاعك عشان ما يجيك رأي يقول لك قلت شنو او يعمل حاجة غير. احنا عندنا مشكله حتى في دي، يعني أيوة. وضوح الرساله، الرساله أيوة. وضوح الرساله أيوة. يعني احنا كنا في محفل قبل كده وفي سؤال انطرح، بتلقى الشافع الصغير بتاعنا بيغني لأم كلثوم وبيغني لفلان وفلان، مش كده؟ لكن اتحداك خليجي غني لي لأحمد المصطفى. المشكله وين؟ المشكله وين؟ عالجوا لي انا الاعلام، هل هي في الاخراج الصوتي؟ هل هي في الكلمات؟ هل في مشكله في حته؟ ما مشكله، لانه جيلنا بوسائل التواصل الاجتماعي مشوا لحتات ثانيه، حتى النغمه بتاعته بتكون نغمه غير سودانيه. يعني انا افتكر دي مشكله، يعني المشكله دي يمكن متعلقه بالنوع من الانفتاح عالميا. زمان كان المصدر في البلد دي للثقافه الغنائيه وكذا محدود هو عبر الاسطوانات الموجوده زمان والاذاعه السودانيه، ما كان في يعني حاجه كثيره بتجينا من برا الا حاجات نادره يعني. لكن الان احنا في عصر مختلف تماما، سهلت فيه وسائل التواصل الاجتماعي والانترنت الوصول لثقافه الاخر، وبالتالي التاثير والتاثر بها يعني بشكل عام. لكن الامر هو ده فيه جوانب محموده وجوانب كذلك يعني غير ايجابيه يعني. بالمقابل إدارة الزمن في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، يعني ممكن الزول يكون 4 ساعات قاعد في الفيسبوك، قاعد في تويتر، قاعد في واتساب، في تطبيقات زي دي، يعني شنو الروشتة اللي ممكن تقدمها للشباب الآن اللي بتعاملوا مع الحياة؟ أنا الروشتة اللي بقدمها إنه طبعا هي كلها وسائل ذكية، حتى الهاتف اللي وقته هو وسيلة ذكية. أخذ الجانب الكويس في إدارة وقتك، يعني مثلا أي هاتف فيه يعني مذكرة، يعني ممكن تذكرك لمواعيدك لمدة سنة لقدام. يعني احس بقول للاولاد يا اخي انتوا عندكم موبايلات، يا اخي اضبط لي بس المنبه بتاعك ده على صلاه الصبح واصحى بعد ذاك، ده له شويه اراده بعد ذاك صح؟ لانه ممكن الزول يصحى ويقفل المنبه انه عايز حاجه. فشويه اراده وشويه تربيه. انا افتكر احنا ممكن نستغل من التقنيات الحديثه، لانه الان في برامج حديثه جدا بتاعت كمبيوتر وغيره هي بتساعد على يعني تنظيم زمنك ايوه وتذكيرك وبتخليك زول منضبط، فبالتالي بتحقق اهدافك بطريقه ممتازه يعني. يعني حتى لما نتكلم عن المواعيد، المواعيد انا ممكن اتكلم عن مواعيد محدده قبل 10 ايام وعندي منبه، سواء كان يعني عباره عن نوتة او جهاز الكتروني. فانا يعني بنصح الشباب انه اي جهاز فيه معينات قويه جدا 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 خلونا نستخدمها لحسن اداره وقتنا ولتحقيق اهدافنا. وما لا باس انا اخلي جزء اللي هو في لك وساعة في ايوه في الموديل اللي قلت لك اللي هو غير عاجل وغير مهم دي، يكون عندك وقت كده ميت ممكن تعمل تواصل. حتى التليفونات اللي بقول لك انك اعملها كلها في وقت واحد، لانه التليفون اصلا عشان توصل رساله، ما للونسه الطويله ولا عشان تحكي موضوع أيوة. كبير يعني، خذ مواعيد اهدار أيوة. نعم نعم، اهدار للموارد واهدار للوقت يعني ايوه أي. فبنحتاج في الحته بتاعت مضيعات الوقت والونسه اللي موجود كبير جدا، وهي كثيره يعني. يعني ممكن نتكلم عن الاعمال العرضيه اللي بتجيك، ممكن يتكلم عن المساله بتاعت الاعمال الورقيه العرضيه والورقيه. يعني ليه انا امشي اي موظف بتلقى كميه الورق الموجود عنده يعني كثير جدا جدا، حتى مرات يضل الطريق لورقه ما. فنحن لازم نمشي الكترونيا، نتكلم عن الحكومه الالكترونيه، الشركه الالكترونيه عندها متطلبات من ضمنها اداره الوقت. إدارة الوقت مهمة جدا جدا عشان احنا نصل لحاجة إلكترونية نقدر يكون في تواصل وقرارات متبادلة بين الأطراف، حتى لو كانوا ما في رقعة جغرافية واحدة، احنا بنكون استفدنا من الوقت. احنا بالمناسبة مضى معظم الوقت المخصص للحديث عن الوقت
في الحلقة دي، فعندنا يعني ما تبقى ما كثير. نعم. دارين نرسل رسائل لا علاقة بتنظيم الوقت في حياتنا اليومية، ولها علاقة بإعادة صياغة المفهوم العام حول الوقت كمورد مهم في حياتنا. طيب أنا يعني الرسائل ممكن نقول منها جزء، وهي لاحقة نحن في المنظمة القومية لاحترام الوقت، وعندنا اتجاه للشراكة الذكية مع جامعة الخرطوم ممثلة في إدارتها، وتحديدا مدرسة العلوم الإدارية، عشان يتعامل شغل عام، يعني كل الناس تشارك فيه سواء القطاع الخاص أو العام وكل المؤسسات، لأنه مسألة إدارة الزمن هي مسألة يعني بتخش في كل العمليات وكل النشاطات، وأي زول بتهمه هذه المسألة يعني. فأنا أفتكر الآن نحن كشيء ابتدائي خلونا نحترم الوقت، أنا أحترم وقتك وإنت أحترم وقتي، بعد ذلك خلونا ننظم نفسنا، خدت لك أولويات، تقول والله يا أخي أنا من الليلة لبكرة إذا أعمل كده، بينك وبين نفسك ما تسجل ما تكتب، وبعد ذلك أتبع بشوية إرادة إنك تعمل من الموارد ما يقدر يحقق لك هذه الأهداف. بالمناسبة بتكون مبسوط لو حققت حاجة يعني. فالآن أنا بقول للناس يعني ما تضيعوا زمنكم، خدتوا أهداف والأهداف دي خدتوها في شكل أولويات، بعد ذلك يكون في أكشن. يعني التردد مرات بيكون مشكلة، يعني في اللحظة اللي أنت يعني شاورتها واستشرتها وطلعت بقرار نفس، نحن عندنا التردد في التنفيذ. نعم. البداية دي حاجة. الحاجة الثانية عندنا مشكلة اسمها النسيان. نعم. عادي ممكن يقول لك نسيت، يا جماعة خلونا نتكلم بقصة الورقة والقلم، ودي لو سمحت لي بدي أذكر حاجة صغيرة. عندنا زول أستاذ ساكن معنا كان في الطابق الخامس، وناس البيت رسلوا قال له مش يجيب 5 حاجات، بيجي نازل بيقطع الشارع مش يجيبها، ففي حاجة نساها وجاء طالع الطابق الخامس اللي هو فيه حكاية بتاعت كم سلمة بتاع، لما نوصل يتذكر الحاجة الخامسة، هي كانت الكبريت، الدقيق والسكر هذه كلها جابها، ولا في بوتجاز ولا في شعلة لا غير ولا غيره، فمعناها الحياة الجابة دي ما عندها معنى، حيضطر ينزل في اللحظة. قال قررت أنا أمشي أخذ أعمل ماجستير في إدارة الوقت، وفوق كل زعيم من عليم. فأنا أفتكر إنه كلمة النسيان دي نعالجها بشنو؟ يا أخي سجل، خلي عندك نوتة، نحن أساتذتنا علمونا يعني، خلي عندك نوتة، كل ما أنجزت حاجة أعمل على تيك، لو ما أنجزت رح. أنا عملت الحاجة دي يا دكتور لكن بقيت أنسى النوتة ذاتها، هي المشكلة هي يعني. هي كده، لكن بعدك لما تنسى النوتة في ثالث، ما أول يوم طبعا، ثالث يوم بتحس بعظم فقدها، فبالتالي ما بتنساها ثاني، بتربطها بتقول لي اكتبه في التليفون، بتربطها يعني. أنا أتكلم عن تجربتي اللي ذكرتها في شن الثانوية. أنا كنت يعني في السفرة، إحنا طبعا داخلية قبل الامتحانات بتاعت الشهادة، بضع امتحان للفيزياء والكيمياء والرياضيات بنفس صيغة امتحان الشهادة، وبعد ما الصفرة توضى بمشي بقنب، بقلب الساعة وبظبط الزمن وأحل الامتحان، بدي كل سؤال اللي هو النسبة بتاعته من الزمن، وبعد ذاك لو غلبني بمشي للبعده، بعمل الحكاية دي في الأسبوع 3-4 مرات. النتيجة كانت شنو؟ هو تمرين طبعا. أنا لما دخلت امتحان الشهادة السودانية وكان سنة 79 الرياضيات التخصص، هبشت المسألة الأولى عظم. ومرات عندنا مشكلة بتاعت اللي هو نحن بننهار في الدقائق الأخيرة، بننهار، كان فرق رياضية، كان مفاوضات، كان غيره، ما عندنا الحتة بتاعت المحافظة على النجاح يعني. فطوالي ذكرت النظرية بتاعتي، ما أدي السؤال ده أكتر من زمنه، مشيت للبعده. لما المراقب قال مضى نصف الزمن، أنا ولا سؤال ما حليته، لكن مشيت السؤال الأخير يتحلى، اللي قبله يتحلى، لما قال خط القلم أنا حليت 5 أسئلة وفي النهاية جبت 96%. الحمد لله. طيب يا دكتور إحنا الزمن انتهى. نعم. لكن عندي سؤال واحد أخير، إذا كنت أنا الليلة نسيت وما جيت الحلقة دي يعني عشان أقدمها وأتكلم معاك عن الوقت، شعورك كان حيكون شنو وانت جيت الاستوديو في زمن قبلي يعني كده؟ والله انا بجاوب عليك بموقف، خشينا ودخلنا على الهواء مقدم البرنامج ما كان جا في احدى القنوات، كان قبلي 4 شهور، فالمخرج والجماعه اشاروا لي انه ابدا، ودخلت الموسيقى بتاعت البدايه، وانا دخلت في الموضوع عادي، وهو جا بعد ربع ساعه وخشى، طبعا هي اذاعه ما غنى، فانا ما في زول شاف القاعد بنو يعني، فقالوا لي والله الزول ده مقدم البرنامج ده ما جاء هنا الا لانه المقدم القباله اخلف مواعيده قبل كده. انت ما زعلت؟ ها والله انا تنشنت طبعا،
تنشنتها، لكن بعد ده هي طبعا لو حصلت في التلفزيون بتكون مشكله. طيب لكن في الاذاعه ممكن يعني. الحمد لله انه انا ما نسيت. كتر خيرك كثير دكتور صلاح الدين عبد العزيز عجباني. تحدثنا معك حديث جميل عن الوقت واداره الوقت في حياتنا. كتر خيرك كثير وان شاء الله نلاقيك في وقت ارحب واوسع. انا يعني سعيد جدا الحمد لله، وان شاء الله يكون قدمنا حاجه بسيطه جدا عن التأكيد. الوقت وان شاء الله يعني المسائل تجي لقدام ان شاء الله. نعم. رشا طبعا عشان انت جيت قبلي جايب لك الاغنيه دي. يا سلام يا سلام، مرحبا خدنا رشا. شكرا جزيلا كل متابعينا، نلتقي الاسبوع القادم ان شاء الله، الى اللقاء. أقول يمكن أنا الباقي أبيت وأنا واباني البيت، أغاضب نفسي في إصرار وأقول يمكن أنا الماجد، أقول يمكن أنا الماجد. الأشواق معاك لما المكان زادوا، أنا ورعشت خلال الليل وقلبي حزين دكاتوا، فات معاك مطار روح شال الليل حكاياتوا، فات معاك مطار روح شال الليل حكاياتوا. أنا المستني في الميعاد ليك حمل الصبر مديت. أغالط نفسي في إصرار وأقول يمكن أنا الماجد، أقول يمكن أنا الماجد. تخيلي كيف مشاعري أنا، أنا مصمم على المين.